لدينا كرة من الجانب الأيمن، محاولة التقدم نعم هنا عن طريق علي رضا، علي رضا بكرة وبالتالي هذه كرة الله ذو الفقار يسجل بعد الكرة الماضية، ذو الفقار يضعها في الشباك، ذو الفقار يسجل الثلاثية العراقية بذكريات أبيه. نعم هذا التوغل، هذا المرور، هذه العرضية الرائعة والرأسية التي اكتملت، والتلاعب الممتاز الذي كان من الطرف الأيمن عن طريق علي حيدر، علي رضا حيدر، وضعها لذو الفقار على طبق من ذهب، على طبق من ذهب. وهكذا كرات لا يكذب بها خبر أبدا أبدا أبدا. وهنا الثلاثية العراقية في هذا اللقاء بكرة علي حيدر الرائعة من الطرف الأيمن ووصلت إلى ذو الفقار وبعد